ربنا يوميا على فكرة يوميا بيحايل كل واحد فيكم يقول له مش هتشتغل معايا بقى. تصور ربنا، ربنا مش هقول لك الرئيس ولا وزير بيحايلك تشتغل معاه وانت تقول له لا لا لا. ربنا عشان يجيب بطرس ومش راضي يجي، قام راح له عند نفسك في ايه؟ نفسي في السمك. جاب له سمك البحر كله عشان يقول له تشتغل معايا، مصر انه يشتغل معاه. فهو لما لقى الحكايه كده، طب ده انا عايش نفسي في ربع السمك ده، جبتهولي في قعده عشان تقول لي تخلينا في المفيد بقى. ترك كل شيء وتابعه، فهم اخيرا. اذا ربنا بيحايلنا ويقول لنا ما تضيعوش وقتكم، ما تضيعوش وقتكم، لانه اللي قبليكم اغلبهم ضيعوا عمرهم، لكن يا بخته اللي طالع من الارض للسما ده وهو بقى مركز في شغل ربنا، هو ده اللي فهمها صح وعاشها صح. كل مرة هتصلي بحرارة من قلبك هتلاقي ربنا بيقول لك ما تركز بقى معايا وفي شغلي، ما تيجي نعيش حاجة رسالة كده، ما تيجي بقالنا قيمة عشان ناس تانية تستفيد. ما المسيح ما عاش لنفسه، عاش للناس، فعاوز كل عياله يعيشوا للناس مش لنفسهم. كل شوية يقول لك لا مش هختم ومش هتكلم عنك تاني وكفاية بقى بهدلة وخليني نصح زي الناس النصحة اللي عمالة تعمل فلوس. وربنا ياخد الكلمتين ويسكت، وبعدين ايه يجي لك انت بتصلي كده ويقعد يقنع فيك ويحايل فيك، صدقني ده انا بعمل لك رصيد، ده كله ليك في الاخر. لو قريت الانجيل كويس بالذات الاناجيل الاربعة، مفيش اصحاح مش هيقول لك ركز بقى في السماء، ركز في المفيد، اشتغل شغل ربنا، بص على السماء، بص على ابديتك. مرة واحد لسه بيقول لي كده، بيقول لي ربنا كان ملحق عليا برسالة معينة، احط السي دي في العربية الاقيه خبطفية من الموضوع اللي انا مش عاوز، اطفي السي دي على طول، ادخل الشغل الاقي واحد مديني آية، يا نهار اسود هي هي. اروح الكنيسة ادخل عشية انا داخل بس احط شمعة الاقي ابونا بيقول نفس الكلام. فقال لي انا لقيته حاضر مش عارف اهرب منه، ملاحقني بجد. طب ما هو ربنا بيعمل كده عشاننا من حبه فينا. الصلاة تلح علينا، الانجيل يلح علينا، الظروف تلح علينا، لان الظروف كمان ربنا بيستخدمها تقول لك رسالة. يا ما ناس فضلت تعند مع ربنا لغاية ما حصل موقف ما كانش ينفع غير يتفهم انه رسالة. مرة شاب دخل الخدمة قال لي عارف ايه اللي جابني الخدمة؟ قلت له لا مش عارف. قال لي الاسبوع اللي فات كنت انا وصاحبي في عربية عملنا حادثة، هو مات وانا طلعت سليم، هو بيخدم وانا ما بخدمش، فما كنتش قادر افهم حاجة غير كده، ان هو جاهز انا مش جاهز. من رحمته على قد ما قلبي وجعني جدا، على قد ما مش عارف اطلع من فكرة لازم اخدم ولازم اختشي.